هنعمل مع بعض خلطة الليمون أو عجينة الليمون السحرية للتنظيف بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عجينة الليمون السحرية للتنظيف. العجينة دي سحرية ووهم، هنستخدمها في تنظيف حاجات كتير جدا، مفيش حاجة بتقف قصادها. كل اللي هنحتاجه هنحتاج قشر ليمون، ده قشر ليمون كنت بجمعه في الفريزر، وهنحتاج معلقة كبيرة ملح ليمون، ومعلقة كبيرة بيكربونات صوديوم اللي هي كربوناته اللي بنستخدمها في الأكل، وفنجان خل أبيض. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هسلق قشر الليمون، هنزل قشر الليمون في الحلة وهضيف له معلقة كبيرة ملح ليمون، وهغطيهم بالمية، هغطي قشر الليمون بالمية واسيبه يتسلق كويس جدا لحد ما يخرج الزيوت اللي فيه كلها. رفعت قشر الليمون على النار، هسيبه يتسلق كويس جدا لحد ما يخرج الزيوت اللي فيه كلها، والمية اللي انا ضفتها له تتبخر وما يبقاش فاضل فيها الا شوية مية صغيرين. خلاص قشر الليمون اتسلق كويس جدا والمية اتبخرت، ما فضلش الا شوية مية صغيرين، هطفي عليه وهسيبه يبرد وبعدين هوريكم هنعمل ايه. قشر الليمون برد، هضيف عليه معلقة كبيرة بيكربونات صوديوم او كربوناته، وفنجان كبير من الخل الابيض، وهضرب المكونات كلها في الخلاط، او لو عندكم هاند بلندر هتضربوه بالهاند بلندر. هضرب المكونات كلها وبعدين هوريكم عجينة الليمون بعد ما اضربها هيبقى شكلها عامل ازاي. خلطت المكونات كويس جدا في الخلاط، بقى معايا عجينة زي ما انتم شايفين تقيلة جدا. لو الخلاط ملفش معاكم هتضيفوا شوية خل كمان عشان الخلاط بس يلف. هي دي خلطة الليمون التحفة، هنحتفظ بيها في برطمان، هفضيها برطمان او علبة. شايفين القوام بتاعها تحفة. استخدامات عجينة الليمون او خلطة الليمون السحرية استخداماتها كتير جدا لا تعد ولا تحصى. اول استخدام ليها هو اضافتها على مسحوق غسيل الصحون او الصابون السائل، بنضيف معلقة كبيرة من عجينة الليمون او خلطة الليمون السحرية على سائل غسيل الصحون، وطبعا هنشوف الفرق في ريحة الاطباق والكوبايات. تاني استخدام بنستخدمها في ازالة الروائح من البرطمانات والعلب البلاستيك. كتير مننا بيخزن حاجات في العلب البلاستيك والبرطمانات، ومهما نغسلها الريحة بتبقى لازقة او ماسكة في العلب، فاحنا هنفرك العلب والبرطمانات بمعلقة بس من عجينة الليمون وهنغسلها عادي جدا، وهنلاحظ ازالة الروائح من العلب والبرطمانات. في استخدام تاني لعجينة الليمون السحرية بنستخدمها في تلميع الاستانلس والالمونيا. طبعا الليمون معروف جدا تأثيره على تلميع الاستانلس والالمونيا، وكمان ممكن نستخدم عجينة الليمون السحرية في اضافتها لمسحوق الغسيل. هنضيف معلقة كبيرة لكل لتر مية ونضيفها في الغسالة عادي جدا، وهنلاحظ الفرق في الغسيل الابيض هيبان اكتر، وتأثير عجينة الليمون واضح جدا على بشرتك وعلى ايدك اما بتستخدميها. الليمون بيستخدم منعم للايدين فطبعا تأثيره جميل جدا. هسيب لكم استخدامات عجينة الليمون السحرية او خلطة الليمون في صندوق الوصف وهسيب لكم الطريقة. لو عجبتكم طريقة عمل خلطة الليمون السحرية للتنظيف ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.